وأطلع المحافظ إسماعيل خضير الهلوب على جاهزية لواء الأسلم للحشد العشائري شرقي تكريت، وجدد خلال لقائه مقاتلي التشكيل دعم حكومة المحافظة لهم، معربا عن امتنانه العميق لوقفتهم المشرفة في حماية المناطق الشرقية من فلول الإرهاب بكل إصرار وتحد. ومن جانبه أكد الشيخ علي النواف شيخ قبيلة الأسلم أن مقاتلي اللواء سيكونون دوما اليد الضاربة لمقارعة الإرهاب وسندا للأجهزة الأمنية وحكومة المحافظة، معربا عن شكره لكل الجهات التي ساندت التشكيل من أجل استتباب الأمن في مناطق شرقي تكريت. ورافق المحافظ خلال الزيارة اللواء الركن عبد المحسن حاتم موسى قائد عمليات صلاح الدين، واللواء الحقوقي قنديل خليل محمد قائد شرطة المحافظة، وأقاء مقام تكريت ومعاون المحافظ لشؤون الخدمات والأعمار، وعدد من مديري الدوائر المعنية. اليوم هذا اللقاء هو لقاء خاص وله فد نكهة خاصة، انه احنا في منطقة بعيدة جدا عن مركز المحافظة نشوف اكو همة عالية واكو اصرار واكو تحدي، وصدقوني انتو والجيش والحشد اللي موجود بهذا القاطع اللي ماسكين الثغور، انتو اللي جاي تحمون تكريت اذا يسمع قائد الشرطة، وانتو اللي جاي تحمون بيجي وجاي تحمون سامرة، لأن اللي راح يجي من هنا إذا مو أنتم موجودين وتسدون الثغور والجيش اللي موجود والقطاعات الأخرى اللي موجودة، هو راح تكون حركته سهلة باتجاه مدننا وباتجاه دوائرنا، وترجع مرة ثانية نفس السيناريو القديم اللي قبل التنظيم، من قاموا يقتحمون الدوائر ويقتحمون بيوت المسؤولين ويقتحمون بيوت الضباط والمنتسبين، ويعني يرتكبون مجازر وجرائم بحق المدنيين في المدن.